التظاهرات في الجزائر لم تتوقف، والآلاف يتجمعون في العاصمة ومحافظات أخرى مطالبين بذهاب كامل رموز نظام بوتفليقة وعلى رأسهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. قوات الشرطة حاولت إخلاء ساحة البريد المركزي التي تعتبر نقطة تجمع رمزية للمحتجين في العاصمة. المتظاهرون هتفوا سلمية سلمية، والشرطة بعدها سحبت قواتها منعا لوقوع مواجهات. آلاف المتظاهرين خرجوا أيضا في عدة محافظات أخرى كوهران وقسنطينة وعنابة وبعض مناطق الجنوب، رافعين أيضا نفس الشعارات. يذكر أن تظاهرات اليوم التي تدخل أسبوعها الثامن تأتي بعد دعوة الرئيس المؤقت إلى انتخابات رئاسية يوم الرابع من يوليو المقبل. تعهد بعدها الجيش بمرافقة العملية الانتقالية، غير أن أطرافا معارضة لا تزال ترفض البقاء في الإطار الدستوري وتدعو لحل سياسي للأزمة، معتبرة أن مطالب الشعب لا تلبيها حاليا نصوص الدستور، بينما يصر الجيش على أن المخرج الوحيد للأزمة يجب أن يبقى في الإطار الدستوري.